بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى 47 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. أعرب سمو ولي العهد فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة، مؤكدا سموه على متانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من التطور والرقي. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعرب سمو ولي العهد فيهما عن خالص تهانيه لهما بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة مماثلة إلى أخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.